كل مرة الإخوة يقولوا 10 أسابيع 9 أسابيع، يسألونني في الشارع ماذا بعت؟ أقول لهم بأن ما نفعله يوم الجمعة وبقية أيام الأسبوع هذه ليست جولات، هذه ثورة سلمية يحسدنا العالم عليها. أصبحنا الآن مسؤولين جميعا على أن تبقى هذه الثورة مثالا يدرس في جامعات العالم بحضاريتها بسلميتها، ولكن باستمراريتها بالصبر. الكثيرين يراهنون على أننا سنتعب، لن نتعب، لأن الهدف نبيل، الهدف كبير، هي استعادة كرامتنا، استعادة دولة سيادة القانون، هي الوفاء للشهداء الذين ضحوا من أن نعيش في دولة ديمقراطية مصدرها ووثيقة حياتها هي بيان أول نوفمبر. يجب أن نصبر. لا أريد أن أسمع خطاب التشاؤم، لا أريد أن أسمع إلى متى سنبقى نناضل بطريقة سلمية. سنصبر، عندما نصبر 20 سنة والوطن يختلس ونحن نتفرج على الفساد ونحن نتفرج على شرف الجزائر، ما نقدروش نقولوا إلى متى، إلى أن نحقق مطالبنا المشروعة وهي الذهاب إلى مرحلة انتقالية يديرها رجال ونساء مخلصين التي ستضع اللبنة الأولى لديمقراطية حقيقية. ولكن في نفس الوقت لاحظت هذا الأسبوع بأن محاولة تفرقة بين الجزائريات والجزائريين، نحن هذا الحراك وحدنا جميعا، لم نتوحد كما هذه المرة إلا في الثورة التحريرية. اليوم كلنا جزائريات وجزائريون، يجب أن لا نأخذ الاختلافات الإيديولوجية، كل الاختلافات يجب أن نضعها جانبا، لدينا هدف نبيل وهذا الهدف النبيل لن يتحقق إلا إذا بيد واحدة باتحادنا بصبرنا نستمر وبطريقة سلمية. العالم كله يشهد بأننا نضال بطريقة سلمية وبأن مطالبنا ليست تعجيزية، بالعكس هي بسيطة. وقلنا بأن الجيش الوطني الشعبي اللي هو سليل جيش التحرير الوطني يرافقنا كمؤسسة قوية، يرافقنا لتحقيق الديمقراطية، يرافقنا في هذه المرحلة الانتقالية لكي نطمئن بأن طريقة تسيير الشأن العام، طريقة إدارة المؤسسات بالتليفون
وبالقوة يجب أن ينتهي. على هذه نقول يجب أن نستمر في حراكنا، يجب أن نقوم بذلك بطريقة سلمية، يجب أن نصبر، نستطيع أن نفكر في وسائل سلمية أخرى للاحتجاج مع قدوم شهر رمضان المبارك، ولكن يجب أن تكون النتيجة والهدف واستمرارنا في هذا الحراك السلمي، في هذه الثورة السلمية. اليوم إخواني أخواتي لدينا مسؤولية أكبر من المسؤولية قبل 22 فبراير. اليوم كل العالم يبارك هذه الثورة السلمية المباركة. أحد الصحفيين كان يتحدث في الخارج يقول باللي هذا الشعب يحتاج عن جدارة، جائزة نوبل للسلام. رأينا الحراك الاحتجاجات حتى في الدول الغربية، 10 أسابيع ومقبلين على الأسبوع 11، وكلنا أخوة وسلمية ولكن استمرارية. يجب أن نحافظ على ذلك جيدا، هذه مسؤولياتنا. في الأخير شهر رمضان المبارك على الأبواب، أتمنى لكم شهر مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.